واقفا عند افتراق الأمكنة، تنوي المسيرة والخطى مقيدا، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية في فتح مكة. قد يتساءل متسائل، أين هي القيم الأخلاقية التي أتكلم عنها؟ وما العلاقة بين السرد الذي أسرده وبين العنوان؟ الحقيقة غير المتابع يظن أنه لا علاقة بين الاسم وبين العنوان وبين الحلقات، لكن أنا أتكلم عن القيم الأخلاقية من أول غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، من أول غزوة بدر، وقد بينت عند كلامي عدة مرات، في أول كلام عند بدر، والكلام عند أحد، والكلام عند الأحزاب وغير ذلك، والكلام عند على غزوات اليهود، ماذا أعني بالقيم الأخلاقية. فلو أنك لم تقف على ماذا أعني بالقيم الأخلاقية، فربما لا تجد علاقة مباشرة بين كلامي وبين العنوان. أنا أعني بالقيم الأخلاقية طاعة الله سبحانه وتعالى، أعني بها طاعة الله، طاعة الله سبحانه وتعالى، وأعني بها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بها أخلاق المعاملات بين الناس. فهذا يشمل الدين كله، هذا ما أعني من أول كلامي عن إنما الأمم الأخلاق، من أول حلقات البرنامج، فوضحت ومن باب التذكرة ذكرت عدة مرات، أنا لا أتكلم عن أخلاق المعاملات بين الناس فقط، وإنما أنا أتكلم عن كل الدين، لأن الدين كله أخلاق، والدين يساوي الأخلاق. لذا نجد أن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال إنك لعلى دين عظيم، لعلى دين عظيم. ويستدل لقول ابن عباس بقول سبحانه وتعالى إن هذا إلا خلق الأولين، أي دين الأولين. نعم، إن هناك تفسيرا آخر للآية على خلق، أي على أدب عظيم وعلى أخلاق عظيمة، رجحه الطبري وغيره، لكن أنا كلامنا في الحلقات عن أخلاقنا مع الله سبحانه وتعالى، نصدق ما جاء عن ربنا سبحانه وتعالى ونطبقه ونصبر على ما ابتلينا به، أزي أخلاقنا مع الله سبحانه وتعالى، أخلاقنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، نصدق ما جاء ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونطبق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد، ثم أخلاقنا فيما بين بعضنا البعض. فعندما أتكلم من أول الحلقة إلى آخر الحلقة فأنا أتكلم عن هذا، فكل عنوان أنظر إليه، كل فقرة أتكلم فيها تستطيع أن توجهها دون أن أوجهها أنا، لأني وجهت العنوان،
تستطيع عندما أتكلم عن أي مسألة أن تقول نعم هذه في أخلاقنا مع الله سبحانه وتعالى، هذه في أخلاقنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه في أخلاقنا مع الناس. فكل فقرة أنا أتكلم حولها دائما أنظر إلى العنوان الذي يعني إيه وضعته، فلا أضع العنوان كده يعني إيه من أجل الجذب فقط، وإنما لا، إنما العلاقة مؤكدة ما بين العنوان وما بين ما أتكلم فيه. إذن استخراج القيم الأخلاقية هو أن تستخرج من كل فقرة أتكلم فيه. أستطيع أنا كما فعلت أشرت إلى بعضها أحيانا، لكن اعلم أن الحلقة من ألفها إلى يائها هي تدور في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، في أخلاقنا مع الناس. هذا ما أعنيه بالعنوان. النبي عليه الصلاة والسلام، وصلنا في كلامنا عن فتح مكة إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل لمكة دارت على ذهنه الأحداث منذ أن خرج من مكة إلى أن عاد إليه. النبي عليه الصلاة والسلام، ولابد نحن أن نستحضر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة مهاجرا منها إلى المدينة، فإنه وقف على جبل الحزورة كما في حديث عبد الله بن عدي بن حمراء، وهو عند الترمذي وابن ماجة، وقف على جبل الحزورة وقال وهو ينظر إلى مكة: إنك لخير أرض الله وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى مكة ويقول كما سمعنا: إن مكة هي خير أرض الله وستظل كذلك، وإنها أحب بلاد الله إلى الله وستظل كذلك. فمكة بها بيت الله الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام من حوالي 8 سنوات عندما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة. أيضا ملاحظة أخرى أشير إليها على الهامش، وهذه الملاحظة في غاية الأهمية بالنسبة لي على الأقل. هذه الملاحظة أني أكلم أصنافا من الناس، بمعنى أنه يسمعني طالب العلم، ويسمعني المتوسط في طلب العلم، ويسمعني العوام. أنا أعي ذلك جيدا، لذا فأنا أحاول أن يستفيد الجميع من الحلقة، بمعنى أني لا أناقش العوام فقط، وبالتالي فإن طالب العلم لن يتابع ولن يستفيد شيئا، وأنا مطالب بأن يستفيد. فلابد أن أكلم هذا وأكلم ذاك. فمن يجد مثلا، ربما نجد بعض العوام يقول: وما الحاجة إلى أن تذكر راوي الحديث كما ذكرت عبد الله ابن عدي بن حمراء؟ وما الحاجة إلى أن تذكر تخريج الحديث؟ أقول: هذه أصول الكلام العلمي، ليس كلام العلم المستغلق، وإنما هذا من باب الأمانة، أننا نؤدي الأحاديث من باب الأمانة، ومن ذكر الحديث له حق علينا، ومن خرج الحديث له حق علينا، ونحن لا نستوفي جميع الحق. لو أردنا أن نستوفي الحق كله لذكرنا رواة الحديث، لكن هذا
أمر يطول وقد لا نحتاجه أو حتى لا يحتاجه طالب العلم. لكن فأنا لما أقول أخرجه الترمذي وابن ماجه عيني على التوثيق حتى لا نتهم بأننا نقول الكلام أو نلقي الكلام جزافا، وعيني على طالب العلم، يعني أعلم أن هناك من يكتب خلفي أعلم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه يثق أني آتي بالصحيح أو الحسن أو على الأقل ما اختلف فيه أهل العلم، فينبغي أن يراعى ذلك. فبالنسبة للعامي إذا وجد اسما صعبا عليه أو وجد تخريجا لا يعرض، لأنه الكلام حتى لو ذكرت كلمة صعبة فإني أشرح هذه الكلمة، فهذا من حق هؤلاء ومن حق أولئك علينا. هذه كانت ملاحظة أنا أعتبرها ملاحظة هام. وقف النبي إذن عليه الصلاة والسلام على جبل الحزارة كما ذكرنا من الحديث وقال ما سمعنا. في قول الله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فرض عليك القرآن أي أنزل عليك القرآن وأوجب عليك أن تعمل به، لردك إلى معاد. اختلف أهل العلم في تفسير المعنى هنا، ما معنى الرد إلى المعاد، فمنهم من قال إلى يوم القيامة، ومنهم من قال الجنة، ومنهم من قال المقام المحمود، ومنهم من قال الموت، ومنهم من قال مكة، منهم من قال مكة. نقل ابن جرير الطبري عليه رحمة الله هذه الأقوال في تفسيره ورجح قولين، إما الموت وإما مكة، وإما مكة، ونقل ذلك عن ابن عباس وغيره. فلو أخذنا بالتفسير أن المعني هو مكة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فهذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل التفسير وهو في الطريق من مكة إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من الكداء، ده اسم مكان، هذا المكان في أعلى مكة. وهذا ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها من مكان يسمى الكداء. حسان ابن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل في قصيدته التي رد فيها على هجاء قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، أي شتائم قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد على قريش لأنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. حاول شعراء قبل حسان أن يردوا على قريش فما أثر ذلك في قريش، وما توقفوا عن سب النبي صلى الله عليه وسلم وعن سب الإسلام وسب أمهات المؤمنين وسب الصحابة. حاول كعب بن مالك وهو شاعر أن يرد فلم يؤثر. حاول عبد الله بن رواحة وهو شاعر رضي الله عنه أن يرد فلم يؤثر. فلما جاء حسان بن ثابت وكلف بالرد على قريش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمره أن يذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه ليخلص له نسبه من نسب قريش حتى لا يعجو قريشا، والنبي عليه الصلاة والسلام نسبه إلى قريش، فإن أبا بكر رضي الله عنه أعلم بالأنساب. فبالفعل ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فخلص له نسب النبي صلى الله عليه وسلم من نسب قريش، يعني فصل بين الذين سيهجوهم في قصيدتي وفي شعري وبين الفرع الذي منه النبي عليه الصلاة والسلام في قريش. القصيدة التي رد بها حسان حقيقة أثرت في قريش، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شفى واشتفى، يعني أثر بالفعل في قريش، وقريش لما هجاهم حسان بن ثابت طارت قصيدته
بين الركبان وانتشرت وتوقفوا عن سب النبي صلى الله عليه وسلم. قصيدة طويلة بعض الشيء، وهي عند مسلم وغيره. لماذا أذكر بعض أبيات هذه القصيدة؟ سأقول عندما نستمع الآن. فيقول حسان في هذه القصيدة ردا على قريش: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، سكلت بنيتي إن لم تروها تسير النقع من كنفي كداء. هذا شاهده: سكلت بنيتي إن لم تروها تسير النقع من كنفي كداء، ينازعن الأسنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء. طبعا الكلام في صعوبة، لكن أنا سأشرح شرحا مختصرا. حسان بن ثابت رضي الله عنه يرد على الذين سبوا النبي عليه الصلاة والسلام: هجوت، أي سببت، ضد المدحية، هجوت محمدا فأجبت عنه. يبقى الذي هجى من قريش النبي عليه الصلاة والسلام، حسان بن ثابت رضي الله عنه أجاب، وعند الله في ذاك الجزاء، أي يبتغي الجزاء من الله سبحانه وتعالى. هجوت محمدا برا تقيا، يعني هجاؤك هذا ليس في محله، برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء. ثم انبرى للرد على هؤلاء في بيت جميل استحسنته أم المؤمنين عائشة، واستحسنه يعني بعض كثير من الصحابة، وما زال الناس يستحسنون هذا البيت الذي قال فيه: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أي إني أقدم أبي، عرض أبي وعرض جدي وعرضي دفاعا وحماية لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. سكلت بنيتي، وفي رواية عدمت بنيتي، سكلت يعني فقط، سكلت بنيتي إن لم تروها تسير النقع من كنفي كداء، يعني سيأتي اليوم يوم الفتح ويقول: أفقد ابنتي وأعدم ابنتي إن لم يأتي هذا اليوم، وهي أي الخيول ستدخل مكة تسير النقع، أي التراب، من كنفي أو كتفي ضبط رواية أخرى كداء، المكان اللي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ينازعنا أو يبارينا رواية أخرى الأسنة مسرجات يلطمهن بالخمر، يلطمهن يضربهن بالخمر، جمع خمار اللي هو ما ترتديه المرء النساء. النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر عند البيهقي في الدلائل وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يؤكد أو انظر إلى، يعني هنا شوف بقى القيمة الأخلاقية النبيلة دي لما سأسرده الآن. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النساء يضربن الخيل، وجوه الخيل بالخمر بأخمرتهن، فإنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، ماذا قال حسان؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر ماذا قال حسان بالمجموع على الأقل. ماذا قال حسان؟ فأبو بكر رضي الله عنه ذكر له البيتين الأخيرين اللذين ذكرتهما:
اللي هو عدمت بنيتي أو سكلت بنيتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام تذكر ذلك لما رأى النساء يضربن بالخمر الخيل، فقال إذا ندخل من حيث قال حسان. شوف الجمال. النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل مكة وسيدخل مكة من أعلاها كما قسم الجيش في مر الزهران وبينا، وسيدخل خالد بن وليد رضي الله عنه من أسفلها، سيدخل. فحسان رضي الله عنه بين أن النبي عليه الصلاة والسلام والخيول ستدخل من هذا المكان من الكداء، والنساء يضربن بالخمر الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ندخل من حيث قال حسان. هل حسان يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، إنما لابد أن نتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له، والحديث في الصحيح، قال لحسان أهجهم وجبريل معك عليه السلام، وقال له، هذا حديث البراء، وفي حديث أم عائشة قال ما زال روح القدس معك ما دمت تنافح عن الله ورسوله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حسان رضي الله عنه لما كان يهجو قريشا كان جبريل عليه السلام بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح كان معه معينا له، وهجهم وجبريل معك عليه السلام. وقد استمع النبي عليه الصلاة والسلام إلى شعر حسان، ولما سمعه أقر كلام حسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من المعاني الجميلة الحقيقة التي يعني توقفت عندها، أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل مكة، فما أجمل أن يدخل من المكان الذي قال فيه حسان شعرا، وأيضا طارت القصيدة بين الركبان وانتشرت على الألسنة وأدت إلى صمت قريش عن سب النبي صلى الله عليه وسلم. معاني جميلة في الحقيقة، وقيمة أخلاقية عالية ونبيلة من نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة وردت أحاديث في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتدي المغفر، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي عمامة سوداء. بالطبع المتسرع يقول هذا من التناقض، والأمر ليس فيه تناقض على الإطلاق، وإنما الجمع أن النبي عليه الصلاة والسلام عند دخوله لمكة وكان يرتدي يعني ملابس الحرب كان يرتدي المغفر في أول الأمر. المغفر ده هو من حلقات حديد يغطي الوجه، يوضع على الرأس تحت البيض الخوز يعني، ويغطي الوجه إلا العينين بحيث يحمي الوجه من ضربات السيوف وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة كما قلنا عنوة، كما قال الجمهور في حلقة السابقة ذكرناها. فلما دخل مكة فإنه وأعطى الأمانة لقريش، وتوقفت المناوشات كما سنرى ما بين بعض قريش وبين بعض المسلمين، فإنه خلع المغفر وارتدى العمامة السوداء صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما كان يرتديه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى مكة. النبي عليه الصلاة والسلام كان كما في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، أي عند البخاري ومسلم، عبد الله بن المغفل ابن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ سورة الفتح
يرجع فيها، وفي رواية يجهر بها، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن ذكرنا في الحلقة السابقة أن حال النبي وصفة النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل إلى مكة، فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل كما يدخل الفاتحون، وإنما دخل صلى الله عليه وسلم متواضعا مطأطئا رأسه حتى مست لحيته الشريفة رحل الناقة، تواضعا لله سبحانه وتعالى، حامدا ربه سبحانه وتعالى على هذا الفضل وهذه النعمة التي وعد الله بها سبحانه وتعالى. إذن نبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة هكذا على هذه الصفة والصورة، وهو يقرأ سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهي التي وعد الله سبحانه وتعالى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالفتح المبين، بفتح مكة. وهو يرجع فيها، يرجع أي يرفع صوته ويجهر به عليه الصلاة والسلام، ويحسن صوته صلى الله عليه وسلم بالتلاوة. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: لولا أن يجتمع الناس علينا لا رجعت كما كان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقرأ ويرفع صوته ويمد صوته في مواضع المدود صلوات الله وسلامه عليه. هذا ليبين للمسلمين أولا أن وعد الله لا يتخلف سبحانه وتعالى، وإن تأخر إلى حين لكن وعد الله لا يتخلف أبدا سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله حديثا لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا لا أحد. فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، فقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام بفتح مكة، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم الآن يباشر ما وعد الله به سبحانه وتعالى في فتح مكة. يبقى طمأنة وتذكرة للمسلمين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ سورة الفتح بهذا الصوت، صوت النبي عليه الصلاة والسلام صوت جميل، بهذا الصوت الجميل ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فإنه كان أيضا هذا من باب الدعوة، أن يستمع الكافرون الذين لم يسلموا بعد، يستمعوا لكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن الذي يتلوه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن ذلك يؤثر في قلوب هؤلاء، إذا كان هم اشتكوا من قراءة أبي بكر رضي الله عنه وقالوا له لا ترفع صوتك، لأن الناس كانوا يستمعون إلى قراءة أبي بكر رضي الله عنه ويلتفون يزدحمون عندما يتلو أبو بكر رضي الله عنه، فما بالنا بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته ويزين القرآن بحلاوة صوته عليه الصلاة والسلام من باب الدعوة حتى يستمع هؤلاء. وقد قرأنا كثيرا وسمعنا كثيرا عن أناس ليسوا بمسلمين عندما يتلى كتاب الله سبحانه وتعالى من صوت شجي عذب، فإنهم يستمعون إليه، حتى أني قد قرأت أن بعض الأجانب الذين لا يعرفون اللغة العربية فإنهم يشعرون بالخشوع وبالوقار عندما يتلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وكيف لا يكون ذلك وهو كلام الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بقراءة سورة الفتح، وفي هذا تحسين الصوت بتلاوة القرآن، تحسين الصوت بتلاوة القرآن. وعندنا في حديث أبي هريرة أيضا حديث متفق عليه، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما استمع الله سبحانه وتعالى لشيء ما استمع لنبي يجهر بالقرآن، يتغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن. ما استمع، ما أذن، معذرة، ما أذن الله لنبي، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن.
حديث مرة ثانية، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن فيتغنى بالقرآن، أي يجهر، يتغنى بالقرآن يجهر به، يجهر به. لعلي قد ذكرت يجهر بالزيادة دي، ذكرتها مع الحديث الأول هو كان يرجع فيه، فيجهر يجهر به، يتغنى بالقرآن ويجهر به. إيه معنى بقى يتغنى؟ يتغنى بالقرآن. أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم على أنه يحسن القرآن بصوته ويزين القرآن بصوته ويقرأ القرآن تلاوة مؤثرة فيها الحزن شجن لمن يستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ما أذن الله لشيء، ما هنا نافية، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، ما هنا مصدرية، يعني الفارق بين ما هنا وما هنا، يعني ما هنا نافية يعني بمعنى لا، يعني معنى الحديث إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى ما استمع لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن ويحسن صوته بالقرآن، على صفة السمع التي نؤمن بها ونفوض كيفية الصفة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى واسع، الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات، كذا قالت أم المؤمنين عائشة حديث في الصحيح، لما جاءت خولة رضي الله عنها تشتكي زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل فيها يعني سورة المجادلة. نعم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فتقول يعني إيه؟ الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات، فالله سبحانه وتعالى يعني يسمع كل أحد يتكلم سبحانه وتعالى. فنحن لا نؤول الصفة ونقول سمع بمعنى كذا أو بمعنى كذا، وإنما نقول نثبت صفة السمع لا كما وردت، لكن الكيفية، كيفية ليست لنا، الكيفية ليست لنا، لكننا نؤمن بأن الله يسمع سبحانه وتعالى كما جاء في كتابه قد سمع الله في الصورة، كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مما يدل على تحسين الصوت بالقراءة وبتلاوة القرآن ما ورد في الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لما مر النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وفي رواية كانت مع أم المؤمنين عائشة، وكان أبو موسى الأشعري يقرأ كتاب الله ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. شوف المنقبة دي، شوف المنقبة ده، المنقبة دي، وشوف القيمة الأخلاقية هنا برضو، عشان أنا قلت أن كل جملة فيها قيمة أخلاقية. شوف القيمة الأخلاقية هنا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يمر عليه هذا، كتاب الله يتلى، استمع صلى الله عليه وسلم طاعة لله الذي أمر بالاستماع إلى قراءة القرآن، وصحابي يتلو كتاب الله، ثم إنه في الصباح يذكر لهذا الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه وقف وأنه استمع إلى تلاوته بالقرآن، ولم يكتفي على ذلك بل مدح أبا موسى الأشعري قائلا له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا يعني صوت حسن من مزامير آل داود، داود نفسه، داود نفسه عليه السلام، آل داود هنا بمعنى داود نفسه، بمعنى داود نفسه عليه السلام. وداود عليه السلام كان مشتهرا بالصوت الحسن، الصوت الجميل، وتجد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى يا جبال أوبي معه والطير، أوبي أي رجعي، رجعي معه. وكان الطير إذا ترنم داود عليه السلام بتسبيح الله سبحانه وتعالى وبتحميد الله سبحانه وتعالى
وبقراءة المحامد والتسبيحات كان الطير يأتي من كل مكان يستمع إلى داود عليه السلام حتى يلتف الطير حول داود عليه السلام من حلاوة صوته ومن جمال صوته عليه السلام. يا جبال، أمر من الله سبحانه وتعالى للجبال، أوبي معه، رجعي معه، سبحي معه. تقول جماعة العقلانيين قولوا الجبال بتسبح، لا بنسمعش. نعم، الجبال تسبح، وهذا ليس من عندنا ولكن من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل الكون يسبح، كيفية لا نعرفها، لكننا نؤمن بذلك، نؤمن بذلك ولا نخضع ذلك للعقل. فلا يأتي واحد من هؤلاء يقول أنا حطيت، كما يسخر بعضهم، حطيت ودني على الجبل ما كانش بيسبح، حطيت ودني على الحجر ما كانش بيسبح. لا، يسبح بطريقة الله سبحانه وتعالى أعلم بها، لكننا نؤمن بما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقون تسبيحهم. هنا العلة، أنت لا تفقه تسبيحه ولكن تؤمن بأن هذه الجمادات والمخلوقات تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كلم الجمادات، كلم الجمادات وعرض الأمانة على الجمادات: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على جمادات: يا جبال أوبي معه والطير. مسألة تحسين الصوت بالقرآن من باب تمام الفائدة، تحسين الصوت بالقرآن والقراءة كده بشجن وعزوبة، هذا مستحسن، ونحن رأينا بعض الأحاديث في ذلك، ولكن الجمهور كرهوا التكلف والتنطع في ذلك، بمعنى أنه يعجبه صوته فيمد مدا ليس في مواضع المد، أو يضغم ليس في مواضع الإضغام، أو يغن ليس في مواضع يعني الغنة، على هذا الشكل. فهذا المتكلف هذا ما يفعله مكروه، ما يفعله مكروه، ولكن عليك بأن تنضبط بأحكام التلاوة كما هي موجودة عند علماء التجويد، تنضبط بها وحسن صوتك، لا تتنطع، لا تتكلف، لأن الإنسان جبل لفطرته سوية. أنا أتكلم عن إنسان فطرته سوية، طبع كده وجبل أنه لا يحب التكلف، لا يحب التكلف. فكيف تجمع بين البساطة في الأداء وبين التحزين وبين التغني بالقرآن؟ هذه المعادلة الصعبة، أن تؤدي بجمال وببساطة، فلا يستهوينك حلاوة صوتك أن تغير في حرف أو تبدل في ما يعني ما يؤدي لتغيير المعاني، ما يؤدي لتغيير المعاني. فتحسين الصوت وسيلة لأن يصل القرآن إلى قلوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى رأينا وإحنا ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. نمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام خطوة خطوة، لكن ورد أن أبا سفيان رضي الله عنه استمع إلى مقالة لسعد بن عبادة رضي الله عنه. سعد بن عبادة من زعماء الأنصار، فسعد جعله النبي عليه الصلاة والسلام حاملا لراية الأنصار، العلم لراية الأنصار. فلما دخلوا، اقترب دخول على مكة، فإن سعدا قال مبتهجا الحقيقة، فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل أو تستباح الكعبة. فسمعها أبو سفيان، سمعها أبو سفيان، الحديث ده عند البخاري، الحديث ده
عند البخاري. فسمعها أبو سفيان عندما كان يقف مع العباس كما ذكرنا قبل ذلك، والحديث كما قلت عند البخاري، فسمعها فقال للعباس مستنكرا ما قاله سعد رضي الله عنه، فقال يا عباس اليوم يوم الزمار، اليوم يوم الزمار، يعني يوم الهلاك على معنى، أو اليوم هو يقوم من يقوم بالدفاع عن النساء وعن الأعراض وعن الذرية، اليوم يوم الزمار. أبو سفيان رضي الله عنه لم يكتفي بما قاله للعباس رضي الله عنه، وإنما انتظر حتى مرت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله سعد رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد، اليوم يعظم الله الكعبة وتكسى فيه الكعبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام صوب كلام سعد رضي الله عنه، اليوم تعظم فيه الكعبة وتكسى فيه الكعبة، يبقى ليس كما قال سعد. طب النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذب سعد، هل كذب هنا أنه قال كلاما كاذبا؟ لا، إنما كذب عند أهل الحجاز بمعنى أخطأ، بمعنى أخطأ، أي أخطأ سعد في اجتهاده. هو سعد رضي الله عنه أقام كلامه على الظن الغالب لديه، النبي عليه الصلاة والسلام قسم الجيش كما رأينا وأمر بقتال من يقاتل، واليوم يتم دخول مكة، فعلى غلبة ظنه رضي الله عنه قال هذا الكلام، اليوم يوم الملحمة، اليوم الحرب الكبرى، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال هذا الكلام. كذب هنا ويأتي في كثير من الأحاديث كذب فلان كذب فلان، أي أخطأ، أخطأ، ليس الكذب الذي نعرفه أن يقول كلاما على خلاف ما يعلم، وإنما هنا كذب بمعنى أخطأ عند أهل الحجاز، أي أخطأ في مقولة سعد ابن عباد رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الراية من سعد وقال لعلي بن أبي طالب خذ الراية من سعد، فأخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم إن النبي، شوف هنا برضه، أدي شوف احنا بقول في كل جملة يا جماعة في قيمة أخلاقية، النبي عليه الصلاة والسلام راعى خاطر سعد، كان يحمل راية الأنصار ثم يأخذها مهاجري وهو علي بن أبي طالب، وإن كان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وإن هذا من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر أيضا هنا قيمة أخلاقية، طاعة سعد بن عبادة من زعماء ورؤساء الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام عندما أمره أن يترك راية الأنصار لمقالته هذه ويعطيها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأعطى الراية لعلي ابن أبي طالب. النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يتغير قلب سعد، يتغير خاطر سعد، يزعل يعني، يزعل. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى فتح مكة وفي مواجهة من يواجه من الذين يحاربون، ومع ذلك ينظر صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي والله، ينظر إلى خواطر الناس، إلى مشاعر الناس، يا له من جمال ويا لها من قيمة أخلاقية نبيلة وعالية. نبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب اعط الراية لقيس ابن سعد بن عباد، فلقيس ابن سعد ابن عباد، حتى يعني لا يتغير خاطر سعد رضي الله عنه، ويحمل الراية قيس ابن سعد ابن عباد. لكن سعدا، شوف هنا برضو، يا ما انا بقول لو هنقعد نقول قيمة أخلاقية قيمة أخلاقية قيمة أخلاقية هنقعد كده طول الحلقة نقول كده. انظر أيضا إلى سعد بن عباد، لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عليا أن يعطي الراية مرة أخرى لابن سعد، فإنه ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الراية من قيس،
حتى لا يفعل شيئا ينكر عليه. إذا كان أبوه وهو الزعيم الكبير العاقل متقدم في السن طبعا عن ابني قال كلاما أنكر عليه، فما بالنا بهذا الشاب؟ فخشي في الحقيقة سعد أن يقول ابنه شيئا، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام خذها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعطيها لعلي مرة أخرى وإنما أعطاها للزبير رضي الله عنه. وردت بقى الروايات انه من الذي حمل الرايه بعد سعد بن عباده، فكما سمعته هل هو علي، هل هو الزبير، هل هو قيس. حافظ ابن حجر في الفتح جمع بين الروايات على الترتيب الذي ذكرته انا الان، يبقى حملها سعد، اخذها علي، حملها علي، حملها قيس بن سعد، حملها الزبير ابن العوام رضي الله عنه. يبقى هذا كان موقف من المواقف. النبي عليه الصلاة والسلام مع موقف آخر ومحور آخر، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأمانة لقريش كما قد سمعنا قبل ذلك، والحديث عند مسلم، والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، أو من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل البيت أي البيت الحرام فهو آمن، على تغيير في الترتيب ما بين الروايات. في روايات بتبدأ من دخل البيت أي الكعبة فهو آمن. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأمانة لقريش، لكنه استثنى من ذكرنا في الحلقة السابقة، استثنى أربعة رجال وامرأتين، استثناهم كما ذكرنا في الحلقة السابقة، لكنه أعطى الأمان لمن التزم بشرط الأمان، وهو ألا يواجه جيش النبي عليه الصلاة والسلام بالمقاومة وبالحرب. من دخل بيته آمن، دخل بيت أبي سفيان آمن، من وقف عند بيت الله الحرام فهو آمن. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال من يقاتل، بقتال من يقاتل قريش. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى الأمان، المشتهر جدا في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف عند الكعبة وعند ابن إسحاق، لما وقف عند الصفا فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصر وعد، أنجز وعده ونصر، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، ثم قال لقريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ففي رواية قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، أي عتقهم النبي عليه الصلاة والسلام وحررهم صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الرواية على شهرتها ليس الصحيح، رواها ابن إسحاق بسند فيه مجاهيل، ولا تتعجب فإن الشهرة ليست حكما على صحة الحديث أو على ضعف الحديث، فهناك الكثير من الحديث المشهورة لكنها لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ده مشتهر جدا، لكن هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام رغم شهرته. حافظ العراقي في تخريجه أحاديث إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي أو الغزالي، فإنه قال الحديث ضعيف. السبكي في تاج الدين في طبقات الشافعية قال هذا الحديث لم أقف له على سند. الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة قال هذا الحديث على شهرته ليس له سند متصل. ورد بسند مرسل عند أبي عبيد القاسم ابن سلام في الأموال، لكن المرسل من أقسام الضعيف، مرسل من أقسام الضعيف. إذا هذا الحديث على شهرته لم يصح متصلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيح كفاية، في الصحيح كفاية. ونحن أوردنا نصا صحيحا عند مسلم، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطى الأمانة لقريش
من اشترط بالأمان. وهناك نص صحيح آخر في مسند الإمام أحمد دهمنا الوقت، ويعني إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله رب العالمين أذكر الحديث الصحيح الثاني الذي فيه عوض عن هذه الرواية الشهيرة جدا على ألسنة الناس: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا واقفا عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.